الإخلاص، بعمل العمل حتى لو أذيت، ده هو الفرح والسعادة، إنك تؤذي في عمل أنت نويتي فيه لله عز وجل، دي السعادة الحقيقية. أنا نويت لله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يجزيني عليه. الأصل في العبادة لك وحدك، لا نريد منكم جزاء. واللي يقول لك اعملي زي السيدة عائشة، نهج أهو، أعمل إيه؟ زي السيدة عائشة ما قالت، ولكن بمثل وزيادة، ترد عليها حتى الدعوة، حتى جزاك الله ولك مثل وزيادة، لا عشان أنا عايزة ثوابها كامل مكمل ليا. نعم. اللي بيحصل بقى الخلط، إن أنا دايما أتعاد، يعني سيدنا حذيفة بن اليمن دوت كان أمين سر النبي عليه السلام. نعم. وأمين الأمة، والنبي عليه السلام قال له أسماء المنافقين والعياذ بالله. فما كان يجي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجي النبي يصلي على جنازة خلاص يصلوا معاه، ما يصليش يعرفوا انهم منافقين ولا خلاص. فلما مات توفي النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا يستنوا يشوفوا سيدنا حذيفة هيروح يصلي عليها ولا يروح يصلي وراه، لحد سيدنا عمر، تعرف سيدنا عمر راح له قال له استحلفتك بالله، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ عمر يعني والله الواحد يقف قدام الأمر ده ويراجع نفسه ويقول لنفسه وهكذا. حتى المشايخ يجي مثلا شعراوي يقول لك روح لقى الناس بيستقبلوه وكذا، حب يكسر نفسه ويعلم نفسه الإخلاص، راح مسح حمامات الناس.